ربما سنشغل الأضواء. فلنكتشف ذلك. أيها أجرب أولا. جرب عيد قديس باتريك، عيد الفطر. أوه أشوف عيد الفطر يا جماعة كده، عشان الموضوع ده انترستنج جدا. لنجرب هذا. إنني موافق. ده ما قالتهاش ليه؟ هذه وليمة القمر الهلال، لكنهم لم يحتفلوا بكل هلال. واو هذا سيعني جميل. هاي رمضان كريم جيمرز اند جنتلمان. لمين وجدت حليا كهذه؟ ترى ما العطلات التي احتفل بها القدامى؟ مطلع هلال وفوانيس رمضان يا جماعه. بصوا هورايزون فوربيدن ويست يا جماعه بتحتفل معانا مقدما بعيد الفطر المبارك. اعاد علينا وعليكم باليمن والخير والبركات يا شباب. في الفيديو اللي فات خلصنا مهمه جانبيه، كانت مهمه لطيفه بصراحه، وكان فيها رحله استكشافيه جميله جدا بالمنطاد، وكنا اول مره بنشوف منطاد في لعبه هورايزون عموما، سواء فوربيدن ويست او زيرو دون، ونسترفع بعض المزيد من المهمات الجانبيه. وطبعا بالاضافه لذلك في مكان استكشاف منطقه اثريه هنا، دي انا واقف عندها في الخريطه في مكانها هنا يا جماعه بالظبط، فانا واقف في الحته دي كده معاكم. احمد باكت جيمرز اند جنتلمان مقاط فرجني، وفيديو جديد ومزيد من هذه اللعبه المثيره الجميله مع الحلوه ايلوي. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايكات العنيفه بتاعتكم، وتشتركوا لو مش مشتركين، وتحونيش من تعليقاتكم جميله. ورمضان كريم، وهي بقى نستأنف ولا لا. المكان ده كنت جيته قبل كده يا جماعه، بس ما كان فيه مشكله، اللي هو كان فيه ورده يبدو نفقا، والورده دي كانت هي مفتاح المدخل تقريبا، فطبعا ما كانتش معايا فلوس تفتح الورده دي. انا مش عارف ايه الضربه لازم تضرب في الاخر كده. دلوقتي بقى معايا طول خلاص بعد ما اتقدمت في القصه شويه، فاكيد يعني ممكن اعرف بقى استكشف المكان ده. لازم اخد ده طبعا. صندوق. ماشي، بس صعبة اللي انا ماشي فيها دي جدا بصراحة يا جماعة، بس ايه، بس هي بتأدي الغرض. ماشي، طبعا مش هينفع يطلع كده ولا كده. انت حرانة كده، ده معناه انها حرانة. طبعا كان مستحيل اطلع المكان ده من غير الصندوق ده. ماذا يفعل هذا؟ الشيء يعمل بعد كل هذا الوقت. اوه الباب يغلق. اوكي ده انا لازم اروح له جري بقى. ماشي، بس نروح هنا الاول. طيب نقدر نروح هنا؟ متهيألي ينفع، بس منين؟ يعني الطريقة الوحيدة اللي اطلع بيها، عايز اخد البلورة دي. ممكن من هنا لو زايدنا شوية كده، او غالبا الصندوق ده احطه تحت الباب وهو بينزل. بس ايه ده، الصندوق ده مش هينفع يتحط تحت الباب، هو مش هيجي هنا اصلا. طيب نجرب نطلع ده كده الاول. هنا يا إيلوي، هنا هنا. امسكي بقى. طب ده ما يطلعش كده من هنا؟ يطلع هنا هنا. ايوه امسكي بقى، مش هينفع. طب ده طلع ازاي ده يا جماعه؟ اكيد ليه طريقه يعني. ندفع من هنا. انا تقريبا حاولت اعمل الكلام ده المره اللي فاتت ما وصلتش لحاجه، بس خلينا نجرب نوصل لدي على الاقل. طيب هنا، يلا. طلعت والله اهي، عملتها الحلوه، عملتها حلوه بزياده. استني بقى كده، هاتي ده. بس هنا بقى نطلع، غالبا لازم نطلع من على الباب من قبل ما يقفل، وده موضوع يعني دوبل او بوسيبل، ممكن نعمله يعني. نروح ودي الباب هناك، ودي دي هناك. ايوه انا كنت اقدر اطلعها بره، بس اكيد مستحيل تطلع بره عشان البر الحديد ده مانعني طبعا. اطلعي، نفتح الباب.
هو في طريقة نخش بيها هنا غالبا، بس غالبا لما نفتح الباب من الصف هنعرف نطلع. يلا حانت فرصتي. ماشي. الباب ميت قوي، الباب بيقفل عليها ومع ذلك بتدخل برضه يعني. طب تخيلوا بقى لو كناش لقينا دي هتعمل ايه بقى؟ لو كانت تتحرس. طبعا تصميم اللعبة مش هيسمح لك يعني، لازم الواحد برضه دي عربية قطر. انا محتجزة لنأمل في وسيلة للخروج. حسنا الآن كيف أتولى أمرك لي؟ ده مش وقت السحب، انها معلقة. ايه ده؟ مش معنى عجيبة. في برضه صندوق تاني هنا اهو. دي المفروض العبيط القطر دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نسبب بيها الباب المعدني تقريبا. الباب مغلق. مفتاح. نحتاج إلى مفتاح قديم. مفتاح قديم، أيوة. أنا كنت مستني أسمع منك الكلمة دي. بتضايق يعني، بستغرب بعض الناس يقول لك التكرار في المهام. انا شايف المهام طبعا هي فيها حاجات مشتركه طبعا المهام، بس كل مهمه بفكره جديده وبازل جديد وطريقه حل جديده. يعني انا يعني موضوع التكرار حتى لو فيها تكرار فهو ممتع يعني، انت عندك حاجات بتخلصها ورا بعض. وطبعا زي اماكن الاستكشاف دي مفيش ولا واحده فيها زي التانيه، وتصميمها زي التاني ومكانها زي التاني. طبعا التولز اللي بستعملها الخطاف والعواميد دي والاشياء دي كلها نفس الحاجه ونفس التولز، بس يعني برضو اللعبه ما هيش مفتوحه قوي يعني، ما هيش عالم حقيقي بتقع فيه في مشاكل حقيقيه. انت لازم برضو يكون في مفاتيح بسيطه عشان تعرف تحل بسهوله، ما تقعدش طول عمرك بقى تخلص تحل في البازل بتاع اللعبه يعني، ولا اللعبه هتفشل. طيب سكينة سكينة. لا اتوقع ان يصمد كل شيء في هذا المكان. نطلع منين؟ كيف ساصعد الى هناك الان؟ طب تعالي كده، هي دي المفتاح القديم اهو. مفتاح قديم. روبوت ساستفيد منه. الصوت ده فانا شايف يا جماعه بصراحه الموضوع ده موضوع يعني طبعا الالعاب كلها اذواق وموضوع نسبي، مفيش حاجه حلوه مطلقه، مفيش حاجه وحشه مطلقه، بس يعني موضوع التكرار الناس بتشتكي منه ده انا شايفه بصراحه حاجه يعني يعني على حسب نوعيه الناس اللي بتعمل الموضوع ده. لو بتعمله بطريقه كويسه لطيفه متجدده فيها كل مره فكره جديده وبازل جديد جو جديد اجواء جديده، الموضوع بيفرق برضه يعني. احنا شايفين كده اللعبه، انا في الفيديو تقريبا رقم 70 اهو، داخله 70 ومستمتع بيها جدا، مش عايز تخلص بصراحه يعني. تعال نشوف بقى نوصل لفين هنا. في حاجة هنا بس في المكان ده قبل ما ندخل. نو خش. ماذا يوجد هنا؟ لازم اقع تحت. ده المكان اللي انا كنت فيه و غالبا ده اللي جوه. استطيع اخذ هذا من مخبئي لاحقا. ماشي. صحينا روبوتات يا جماعه. عدت الى الجانب الاخر من الباب الكبير. بعدين اعمل ايه بقى؟ تجميع حلية. الحلية فين؟ هي دي الحولية. المفروض اجيب القطر بقى هنا، نفتح ده. لأسرع للجانب الآخر. نجيب القطر بسرعة. بسرعة بسرعة. طب أنا ممكن أوقف عليه القطر يا جماعة، استنوا بقى كده.
يعني ما نعديش القطر بقى، نوقف نحبس الباب بالقطر. انا شايف دي انسب حل بصراحه. ممكن نزوق القطر ولا ايه؟ مساك يا ايلوي. هو ده الحل الوحيد يا جماعه اعتقد ذلك. لو كان اطلع بقى استخدم الحته العاليه دي عشان اعرف اوصل للمكان اللي عايز اوصله. اتحشرت ايلوي صح؟ لا هنا 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 اطلعك. يلا بقى بس خفه بقى. يلا اهو للجانب الاخر. نحشر بقى القطر بس كده. المفروض الباب بقى ما يقفلش بقى. نطلع على دي ومن هنا بقى نقدر ايه نروح. لدي ما احتاجه لفتح الباب كده. لا لا بالدايره بالدايره. معلش معلش. يلا بقى يلا بقى بلاش لكاعة بقى. الدايرة تعال نقرب بس منه كده شوية. يلا الهواء يقطعني. هتيجي هتيجي. واضح ان دي فكرة فاشلة يا جماعة. يعني كانت المفروض انها فكرة جيدة ولكنها طلعت فاشلة. انا مش عارف ليه بصراحة. وفي طريق من هنا طيب؟ او في طريق من فوق اهو. هو ده الطريق الوحيد يمكن. تعال. ايوه ايوه مكان جديد ده يا جماعه. هي من هنا فعلا. It's not designed to be from there. يعني هي ديزاين تبقى ليها تبقى من هنا. ماشي. لا يمكن ان يعقل. ده لازم من هناك ولا ايه؟ ايوه كده اهو. اشتغلنيش. ايوه في حاجه هنا. طيب تاخد كده لطيفه. لأكد الباب الكبير ليبقى مفتوحا. قطعه اخرى توجد بيانات. قد يكون هذا من لاس فيغاس. ساعرف ذلك ان عدت الى هناك. تمام يا جماعه والله زي الفل كده. طب نشوف نعمل ايه تاني بعد كده. بقيت مستوى 47. حلو. طيب زي الفل. وخدنا 3 نقط مهارة. تعال نحطهم في مهارات في السريعة كده. انا عندي ايه ناقص في مهارات؟ متسللة. تعال خلاص التعافي الضريبة الصامتة. يعني تعافي الضربة الصامتة. استعادة صحة عشان الضربة الصامتة. يلا. بس ونعبي دي كمان. 3 و3. عايز كام؟ 5. اوه هنروح على دي. دي عايز لها 5 برضو. وده ايه ده؟ تجاوز الوظيفة. ضبط روبوت للتصرف اما بشكل هجومي او دفاعي خلال تجاوزه. اوكي. وده شوكة منشطرة. اوه حلوة دي. بس انا يعني مش غالبا مش هستعملها لغايه دلوقتي. ما استعملتش الاشواك اللي هي او الاسهم اللي بتتضرب لفوق او كده. ما استعملتهاش. تعالى نشوف ده كده. بس خلاص كده تمام. طب نروح لمهمه بعد كده يا جماعه. انا عندي كان في مهمه برضو ناقصه في الحته دي. انا طبعا خلصت كلام الحته دي خلاص. نذهب بقى مباشره الى المكان اللي احنا كنا فيه في الفيديو اللي فات. هنا في مهمه انا برضو شفناهاش. ممكن نبقى نشوفها. اشوفكم هناك يا شباب. لا أزال أنتظر كلمة. مرحبا بك. لا تقلقي بشأن ذلك. أطلع فوق إزاي؟ أنت عندك حاجة ليا؟ جرعات. عندي جرابي مليان طبعا. توت العلاجي. لا ما عندوش حاجة.
ان شاء الله. ده في تاجره هنا. يقول الناس انهم ماذا مطر السماء تمطر هنا. كرة طائرة. عادت أختا المتفجرات للمعسكر. عرفت أن إرسالك وراءهما كان أمرا صائبا، والآن لديهما مشروع تعملان عليه. سمعت أنك ساهمت في ذلك. يعرف رجل الأعمال في الشاردات ما يحول كارثة إلى فرصة ربح. وبالحديث عن الشاردات، أنت هنا لشراء شيء؟ انت كده عندك اسلحة حلوة. قوس المحارب اللاصق. لا مش بستعمله قوي ده يعني. وده بتاع كهربا. قفاز السائقة القاطع. مش عارف ايه رأيكم. ممكن اشتريه كنوع من الاقتناء مش اكتر. بعد كده نشوف بقى الحاجات. طبعا كان معايا حاجات بعتها اوريدي. حظا موفقا. وداعا ابدا. هي اسمه ابدا. انا سمعتها وداعا ابدا. طيب نروح بقى ميشن نشوفها. نطلع منين؟ نطلع منين يا جماعة؟ اكيد لازم يكون في مكان خطاف مثلا ولا حاجة اطلع من عنده. انا عايز اطلع الميشن. في ميشن فوق هنا. هات بس الصندوق ده الاول. دعيني اسهل الامر عليك. نطلع من جوه. من هنا غالبا. ايوه اهو. لم ارى فردتي حقيقيه، لكنني لست منبهره. ده لسه فوق. الناس دي قاعده فوق ازاي بقى؟ طالعين هما ازاي؟ اما الشراء او سلم. انتوا قاعدين بستمتعوا بالمنظر يا جماعه بالفيو. هات الصندوق. انت موصط ليه؟ ماشي. مش مكتوب لي اخد منه حاجه دلوقتي. طيب نشوف الميشن بقى. مساء الخير. سمر، ارايت شيئا؟ بينما تلوه مغامره للمغامرين الثلاثه، عادوا لاعماق المدينه الغارقه حيث تكمن الثروة وراء كل جدار أشبه ببرميل مليء بشراب مجاني. فوصلنا لمزيد من الأطلال للأسفل، وضمنها حدق بائع الكلمات في أداة أعجوبة بين كل الأعاجيب. للأسف استحال فهم غاية الأداة علي. رأيت أداة ولم تحصل عليها؟ باب يسد الطريق مقفل بشكل غريب. فكر مورلاند في المتفجرات، لكن أبداً رأى أن فرص تحطيم الأداة أسفل الركام عالية. هذه أول مرة يصح محصي الشاردات. تحطم أمل بائع الكلمات حتى عادت صديقة تبرع في تنفيذ ما هو مستحيل من وراء الرمال. هل أقنعك بخوض مغامرة أسفل الصحراء؟ سأرى ما أفعله. أين المكان؟ بمجرد نزولك انعطف يميناً عند تمثال الرجل الضخم، الأطلال بجانب برج معدني. بعدها انطلقت بطلتنا حاملة لآمال بائع الكلمات. ده كاتب، ده بيكتب كتاب في حق إيلويا. ليالي الأضواء، مهمة قصيرة جديدة. دي غيبها ننزلها تحت برضه. انت لسه مقفول؟ لسه موصل. ما رأيك بدوري؟ هننزل هنا صح؟ المكان فين؟ ليالي الأضواء. هننزل هنا اهو تاني. ماشي ماشي. ننزل تاني كده. انزلي انزلي انزلي. ماشي كويس. هبوطه موفق الحمد لله. انا اتجاوز سناب ماو تاني يا جماعه غالبا. جميل قوي تجاوز سناب ماو.
حسناً، إنه التمثال الذي ذكره استمر. الأنقاض ستكون بالجوار. فين التمثال ده؟ مش شايفه. واو يا جماعة، مبنى شكله رائع بصراحة. هل تسره رؤيتي؟ أطلال بجانب البرج المعدني. الأداء ماشي. خد ده معقولة موتني كل ده؟ ما انا بعدت عنه بقى. طب خد بس خلاص، شكرا. هذا افضل. موتني على الفاضي، انا قعدت العب معاه، انا اصلي لايف على الفاضي. فين التمثال؟ الذهاب الى انقاض تحت الارض؟ اظنه المكان الصحيح. والان اين تلك الاداة؟ لابد أنها الأداة. الباب يحتاج رمزاً ليفتح. سأتفقد المكان، ربما أجد ما يساعدني. مفيش رموز هنا. تفتيش الأنقاض بحثاً عن رمز الباب. حلية غالباً، هي حلية دي اللي هو عايزها. في حاجة هنا؟ هنا شكله كان اسانسير زمان يا جماعه. طب هطلع ازاي هنا؟ شو هطلع هنا؟ امسكها يا بت. مفيش فايده. ده في بتاع امسك فيها بقى. حطها. حلو. هو ده. فرجني بقى. من ميل بايرد الى شاي مش عارف ايه. موضوع عطل. اتذكرين عندما جاء الرجل ذلك الرجل قائلا انه شريك اعمال كايل وانه كان هنا لجمع الحلي من اجل اعداد العرض الكبير. حسب الاشاره الصادره من تلك الاشياء حاليا منتشره في جميع الغربي. كايل يعتقد ان عطل. لن اخبر احدا اذا فعلت المثل. على اي حال قام تغيير رمز دخول المكتبه، لذا روبوتات التنظيف ستحتاج الى التحديث والا ستحتشد عند الباب ويتحاول الدخول. ها هو الرمز 125 بيانات تالفه. اجل رمز ذاته مكون من 6 اعداد في رسائل التعجيل بالاجابه التي ارسلتها. انه ليس بمبتكر ماذا عسايا ان اقول. مل يعني بيقول لك 6 اعداد وهو جايب 3 بس. 1 3 5. الأداة هي في الواقع حلية. وجدت واحدة في الأطلال. هناك المزيد في الخارج. فضل أي واحدة. جزء من رمز ما. ربما للباب. لأستمر بالتفقد. قد أعثر على الباقي. هو فعلا ده نص رمز يعني، انا عايز النص التاني بقى. فتحة قد تقود لجزء من الانقاض، لكن كيف اصل اليها؟ اجيب الفتحة منين بقى؟ في هنا برضه فتحة تانية تقريبا. دي صندوق. اكيد في طريقة بقى للعبور او للقفز. خلينا نشوف كده. من هنا؟ اوه يس. هناك فتحة على قمة السور، قد يكون مدخلاً إن وصلت إلى هناك. فتحة على قمة السور؟ فين السور ده يا إلوي؟ دي لحظة شفناها صح؟
دي راح شفناها. لو طلعت كده مثلا هذه الصناديق ستوصلنا للفتحة عند قمة السور. بس عايز اعرف الفتحة اللي في قمة السور دي فين؟ انا ليه مش شايفها؟ مزيكا محساني ان انا في فيلم علاء الدين. نسحب الصناديق. لا يمكنني سحبه، الصندوق بالاعلى يمكن ذلك. خلاص يبقى نسحب اللي بالاعلى كده. تعالى من هنا كده، تعالى كده يا كابتن. ما نحن ذا؟ كأنه علق في شيء ما. انت كمان تعالى. ممكن نسحب ده؟ ينفع؟ لا مش نافع. نطلع بقى فوق البتاع ده بالصندوق ده يمكن غالبا، او بالصندوق. نطلع فوق. فوق فين بقى؟ فوق هنا مثلا. تعالى كده يا كابتن. ساتر. ماشي اهو. الدرع تلهب جسمي من الحرب. طب جايز ازاي اطلع الصندوق هنا؟ بس مش هستفيد حاجة لو جبته هنا يعني. لا مش هستفيد حاجة خالص. هذا في صندوق تاني اهو. هو ده سحبته كده مثلا. لازم في مستوى نفس الليفل بتاعه. لا خلاص جبته. ده عايز يتزق مثلا. ده هستفيد منه ده ولا حاجه؟ هجيبه. تعال نجيبه. والمحاوله مجددا. ماشي، يبقى كده عندي صندوقين هنحطهم فوق بعض غالبا. هي دي معموله عشان احطهم فوق بعض غالبا. ايوه انت تيجي كده. حلو، عجبني. هو بيرشقوا فوق بعض. نطلع بقى من هنا، المفروض نجيبه بقى كده. فعلتها، سأصل للفتحة الآن. نجحت. انزلي بقى وطي بقى. ايوه. الفتحة. إلى أين يقودني؟ هدى بسرعة كده. مفيش حاجة هنا؟ نوب. عدت للخارج. ماذا يوجد غيره؟ ايوه طيب. فكرني بالالغاز بتاع توم بريدر يا جماعه. ايوه هو ده. ده كان زمان طبعا لاونج خطير، كان مليء بالبشر والمزز. تعال شوف ده بقى. بيانات تلفة 739.
بتقول لي رسالة التعجيل بالإجابة ستكون متضمنة في هذه الدعوة عند الفتح. أدخل رمز مكون من 6 أعداد 739 بيانات تالفة. يبقى 1 3 5 و 7 3 9. الحلي جزء من شيء يسمى عرض عطلة ليلة الأنوار، طريقة احتفال بالعالم القديم بتغيير المجسمات فوق الأرض. كيف؟ الجزء الآخر للرمز هنا يكفي لفتح الباب الآن. نرجع بقى على الباب. نطلع فوق ازاي بقى؟ نطلع من بره. ماشي ماشي حاضر. طيب كان 1 3 5 7 3 9. لا ليس هذا. يبقى 7 3 9 1 3 5. دخل. قشطة، خدنا الأداة. وجدتها، وقت العودة للثمن. ربما نكتشف كيف يعمل هذا. نرجع بقى للكابتن اللي بره. ينفع نفتح موصل برضو؟ ماشي، اتفضل يا باشا. عادت فتاة نورا، ترى هل تحمل أنباء النصر أم النكبة؟ وجدت الأداة. النكبة، تكلم بطريقة أدبية سينمائية جدا. خذ. بائع الكلمات حمل الأداة التي أنجته عالياً، في عينيه وهج وفي قلبه امتنان. تدعى حلية في الواقع جزء منها. أظن أن هناك المزيد منها وراء الصحراء، ربما سأتعقبها. وتعقدت أحجية الحلية. لأي غرض صممت هذه الحلي؟ شيء يدعى عرض عطلة ليالي الأنوار، إنه احتفال القدامى بالعطلات الخاصة أظن. كالأعياد؟ أظن العطلة كانت تشير لحدث مهم. وهكذا كل عيد في كلين. هناك عيد البرميل الأول، عيد التخمير، عيد الشراب للكل. كلها عن الشرب، ها؟ هذا لا يدهشني. حسناً، إن الحلية ستغير الأضواء فوق الأرض، لكن لا أعرف كيف. أميز تلك العلامة، رأيت مثلها على جهاز وجدناه. خذي. ربما سنشغل الأضواء. فلنكتشف ذلك. أيها أجرب أولا. جرب عيد القديس باتريك. عيد الفطر. أوه، تعال شوف عيد الفطر يا جماعة كده، عشان الموضوع ده انترستنج جدا. لنجرب هذه. إنني موافق. وده ما قالتهاش ليه؟ هذه وليمة القمر الهلال، لكنهم لم يحتفلوا بكل هلال. واو، هذا سيعني جميل. هاي رمضان كريم جيمرز اند جنتلمان. لمين وجدت حليا كهذه؟ ترى ما العطلات التي احتفل بها القدامى؟ مطلع هلال وفوانيس رمضان يا جماعه. بصوا هورايزون فوربيدن ويست يا جماعه بتحتفل معانا مقدما بعيد الفطر المبارك. اعاد علينا وعليكم باليمن والخير والبركات يا شباب. طب يا جماعه كده اكتملت المهمه، ونكتفي بهذا القدر من الفيديو. جيمرز اند جنتلمان، يا رب استمتعتوا بالمشاهده، تكونوا ومع الاجواء الجميله الرمضانيه والعيد الفطر، وطبعا المفروض رمضان يعني، لان هو الهلال والفانوس بتوع رمضان مش بتوع العيد يعني. العيد ده كان المفروض فيه كحك بقى وحاجات تانية. anyway يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهده يا شباب. كان معاكم احمد بهجت، ويا رب ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو مش مشتركين.
يعني الناس يشترك وبتفرج ممكن يشترك بقى يعني يعمل فيها جميله، واللايكات بتاعتكم طبعا ما تنسوهاش، وتعليقاتكم جميله، وقولوا رايكم يا جماعه في الاجواء الجميله بتاعت عيد الفطر دي او بتاعت رمضان، الفوانيس والهلال. واشوفكم الفيديو اللي جاي. واو يا جماعه واو، انا مش عايز اقفل بصراحه. انا عايز افضل اتفرج عليها كده مع الليل، روعه بصراحه روعه. anyway يا شباب اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي، ومع السلامه.